كرام، نعود بكم إلى شبكة مراسلنا، ومن السليمانية ينضم إلينا مراسلنا شيار محمد ليطلعنا على آخر المستجدات والتطورات فيها. نعم شيار، مساء الخير. نعم، تشهد السليمانية يعني معدلات مرتفعة بإصابة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية. سجلت السليمانية 113 حالة إصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى ذلك يعني بالتزامن معها سجلت نحو 51 حالة تمثلت إلى الشفاء. يعني الشيء المقلق هنا في محافظة السليمانية وتحذيرات صحة السليمانية، والتي قالت يعني حذرت من موجة كبيرة قد تضرب محافظة السليمانية إن استمرت المعدلات بالارتفاع بهذه يعني هذا المنوال. قال دكتور ياد نقشبندي المتحدث باسم صحة السليمانية أن الراقدين الآن داخل المشافي هم 195 حالة إصابة بفيروس كورونا، نحو 170 تحت التنفس الاصطناعي، أما البقية فيحتاجون إلى عناية بشكل أكبر. أيضا يعني بيان وزارة الصحة في إقليم كردستان أمس قال أن 7 وفيات تم تسجيلهم هنا في حدود محافظة السليمانية، لكن دكتور ياد نقشبندي يعني متحدث باسم صحة السليمانية قال أن منذ يعني ليلة أمس وحتى اليوم توفي داخل المشافي المتوزعة هنا في محافظة السليمانية 12 حالة إضافية توفت بسبب فيروس كورونا. قال أيضا أن الداخلين إلى تلك المشافي من بين 113 27 حالة إصابة دخلوا تلك المشافي لتلقي العلاج، إضافة إلى ذلك خرج من تلك المشافي 17 حالة تماثلت إلى الشفاء. أيضا حذرت السليمانية وقالت أنه خلال يعني 5 أيام فقط تم تسجيل 40 حالة وفاة هنا في حدود محافظة السليمانية، وهو رقم كبير ومرعب إن قرناه بعدد حالات الإصابة. أيضا فأن حالات الذين تبرعوا ببلازما الدم وتعافوا من فيروس كورونا وصل إلى 1034 حالة تبرعت ببلازما الدم، وهو عدد قليل جدا إن قرناه ب يعني العدد حالات الشفاء الكلي هنا في محافظة السليمانية، والذي وصل إلى 10485 حالة تماثلت إلى الشفاء. لذلك يعني تقريبا 9 و10% من المتعافين فقط تبرعوا ببلازما الدم. هناك يعني أيضا تحذيرات من يعني نفاذ الكمية داخل بنوك الدم، كمية بلازما الدم تم نفاذها، أعلنت صحة السليمانية عن نفاذها وقرب نفاذها، يعني تقريبا لديهم صفر كمية هنا في محافظة السليمانية. لذلك يترجون ويدعون المواطنين وبشدة إلى الالتزام بالتعليمات الصحية. الوضع هنا في السليمانية وبحسب تصريحات الجهات المختصة يتجه نحو الأسوأ، يعني لم يبقى في يعني الملعب سوى كرة المواطنين من أجل الالتزام بالتعليمات الصحية وعدم الاختلاط. ويعني هناك أيضا حديث هنا يتم طرحه مرة أخرى داخل محافظة السليمانية وداخل الأوساط الشعبية أو حتى داخل خلية الأزمة، أن يتم حظر تجوال مرة أخرى، فرض حظر التجوال من أجل وقف أو كسر سلسلة الفيروس التي بدأت تتنامى خلال هذا الشهر في حدود محافظة السليمانية. أيضا الخبر المؤسف هو يعني فيروس كورونا حصد أيضا أحد الإعلاميين والصحفيين هنا في حدود محافظة السليمانية، توفي بسبب تدهور يعني صحته بفيروس كورونا، هو الصحفي هيريش سنجري الذي عمل في كمذيع أخبار وأيضا عمل كمحرر وفي ديسك الأخبار غرفة الأخبار لمدة يعني تصل أكثر من 5 سنوات، وتنقل عبر العديد من القنوات الإعلامية. أمس تدهورت صحته يعني بشكل كبير نتيجة مضاعفات فيروس كورونا، انتقل إلى رحمته اليوم. ويعني يعني الوسط الصحفي كله ينعي هذا الشخص الذي يعني بحكم الزمالة والصداقة هنا في الوساطة الإعلامية. يعني بالمجمل أستطيع أن أقول هذا جل ما لدي اليوم في محافظة السليمانية. نعم. إذن مراسلنا شير محمد من محافظة السليمانية، شكرا جزيلا لانضمامك معنا في هذه النشرة.